هيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وبيسود الطقس حر رطب نهارا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن احنا لاحظنا من امبارح يعني بالليل الجو كان لطيف جدا وكان فيه نسمة هواء حلوة قوي، الناس كتير كانت يعني يمكن على السوشيال ميديا كمان بتتكلم إن الأجواء كانت ممتعة بالليل امبارح. هو طبعا بالفعل يمكن احنا بدأنا من أمس التحسن في الأحوال الجوية، وكان بشكل تدريجي اليوم أيضا هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وكمان خلال فترات الليل، لأن مصادر الكتل الهوائية اللي بدأت تأثر علينا رجعت مرة أخرى، مصادر كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، والكتل دي معتدلة نوعا ما في قيم درجات حرارتها، لكن احنا بنقول مع التحسن في الأحوال الجوية لسه نسب الرطوبة موجودة في الجو لأن الكتل معظمها قادم من على البحر المتوسط. كمان في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 الى 6 كيلو من سطح الارض في امتداد لمنخفض جوي، والمنخفض الجوي ده هيعمل على وجود بعض السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، فده كمان هيساعد على التحسن في الاحوال الجويه طبعا. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 34 درجه مئويه خلال فتره النهار، لكن مع وجود الرطوبه انا ممكن احسها لو تكون 35 او 36 درجه مئويه، لكن بطبيعه الحال هو تحسن في الاحوال الجويه عن الايام اللي كان فيها ارتفاعات كبيره في قيم درجات الحراره. الاجواء فتره النهار وتحديدا في وقت الظهيره كمان بتكون اجواء حاره رطبه في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، تبقى شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون في فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. بالفعل كمان فترات الليل بدأت الصغرى تنخفض، هو طبعا بيحصل انخفاض مع غياب أشعة الشمس، لكن قيمة درجة الحرارة الصغرى بدأنا نسجل قيم درجات حرارة منخفضة 25 منخفضة بالفعل بشكل كبير في فترات الليل عن الليالي الماضية. 25 درجة مئوية خلال فترة الليل على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة كمان ممكن ألاقيها أقل من 25 درجة مئوية، فبدأت أجواء فترة الليل تكون أجواء ما بين المعتدلة إلى المائلة للحرارة، خاصة كمان إن بيبقى في نشاط رياح متوقع اليوم، نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، سرعات الرياح ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، ونشاط الرياح ده غير مثير لاي رمال واكتبه. كنت اسال حضرتك عليه لان فعلا يعني كان الاسبوع اللي فات كان في رياح بعض الاوقات بس كانت يعني فيها رمال واكتبه بصوره او باخرى. بالفعل يمكن احنا فتره ارتفاع قيم درجات الحراره كان في بعض الاتربه والرمال المصفره، لكن اليوم نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا هو معظمه الكتل الهوائيه جايه من على البحر المتوسط، هي فقط هتساعدنا ان احنا نحس بنسب رطوبه اقل وقيم درجات حراره اقل في فترات الليل وساعات المساء، فده هيساعد على تلطيف الاجواء بشكل كبير. واحنا طبعا في فتره استقرار في الاحوال الجويه، فالشبوره المائيه هتظل ظاهره جويه معانا في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة هتتلاشى فور استطلاع أشعة الشمس، مش هتتأثر يعني بأي، مش هتأثر تماما على حركة المرور، ومن الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية تختفي ومفيش منها تأثير، ما نقلقش منها تماما. على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله هنحس بمزيد كمان من التحسن في الأحوال الجوية، يعني قيم درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع هتكون أقل من الأسبوع الماضي، خاصة مع نهايات الأسبوع هتنحس إن الصغرى فترة الليل بتنخفض وكمان العظمى كمان بتنخفض، يعني احنا متوقع عظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية في نهايات هذا الأسبوع. الحمد لله يعني طبعا يعني احنا هنعيش أجواء ممتعة. طب بالنسبة للسواحل الشمالية يا دكتور، يعني بالنسبة لها هل وحالة البحار كمان، يعني حضرتك بتقولي في رياح موجودة، ده هيأثر على حركة المراحة البحرية وارتفاع الأمواج؟ هو مش هيأثر بالشكل الكبير، يمكن الحمد لله احنا عندنا في سواحلنا المطلة على البحر المتوسط، لو الأول بنتكلم على قيم درجات الحرارة، احنا على مدار هذا الأسبوع مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، هتنخفض لأقل من 30 في بعض الأماكن الساحلية وتكون 29 و28 درجة مئوية، فقيم درجات الحرارة منخفضة،
في اعتدال بقى سرعات الرياح على البحر المتوسط، يعني احنا سرعات الرياح ما بين 30 ل 40 كيلو متر على الساعه، معاها ارتفاع موج من 1.5 ل 2 متر، فالبحر المتوسط مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. البحر الاحمر طبعا احنا دايما عارفين ان قيم درجات الحراره في السواحل المطله طبعا بتبقى اعلى من البحر المتوسط طبعا. لكن ارتفاع الموج كمان زياده، يعني ارتفاع الموج من 2 ل 2.5 متر، فهنخلي بالنا من التعمق داخل البحر الاحمر، لان 2.5 متر ده ممكن ما يكونش مناسب بشكل كبير للساده المصيفين، لكن هو ايضا مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. يمكن كمان تدريجيا مع ايام الاسبوع وتعمق المنخفض الجوي اللي موجود في طبقات الجو العليا، ممكن يلاقي في بعض الايام فرص الامطار الخفيفه في بعض الاماكن الساحليه، هو مش النهارده، الايام اللي جايه ان شاء الله امطار خفيفه في بعض الاماكن المطله على البحر المتوسط تساعد اكثر على تحسن الاجواء، ما فيش منها قلق تماما، بالعكس الاسبوع ده اسبوع اجواء واقرب للاجواء الخريفيه، نستمتع بالاجواء. بس دايما نصيحتنا المهمه في الفتره دي، احنا بنقول خلاص بينتهي فصل الصيف وبنقرب على فصل الخريف، الفتره دي فتره انتقاليه دايما بيحصل فيها تغير في الخرائط الجويه والتنبؤات احنا الجويه، احنا كل يومنا ان ما يتغيرش الجو يبقى حر تاني، يعني اي تغيرات جويه ممكن نستحملها الا ان الجو يبقى حر تاني، خلاص الناس بقى بصراحه نفسها كده الجو يفضل معتدل الفتره اللي جايه. هو السمة الأساسية في الفترة الجاية إن شاء الله التحسن في قيم درجات الحرارة، لكن ده ما يمنعش إن ممكن في بعض الأيام في النص الأول تحديدا من فصل الخريف يكون فيها بعض الارتفاعات، لكن بتكون أعلى من المعدل، مش بتكون زي فصل الصيف، فحتى لو في ارتفاع بتكون فترة سريعة أو فترة مؤقتة، وما بتكونش قيم درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، لأن المعدلات الشهرية بتكون منخفضة، يعني إحنا هنلاقي معدل كمان بتبقى نسبة الرطوبة مش عالية قوي، فده مش بيخلينا نحس بحرارة الطقس بشكل كبير يعني. بالفعل، لان تدريجي كمان نسب الرطوبه تبدا تقل في الجو، فده بيخلينا كمان حتى لو في ارتفاع في قيم درجات الحراره ما تبقاش قيمه درجه الحراره المحسوسه عاليه بشكل كبير، بس هو مهم بس نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه عشان لو في اي تغيير نتابعه بشكل يومي طبعا. وطبعا في الفتره اللي جايه كمان الشبوره المائيه مع دخولنا في فصل الخريف كثافتها ممكن تبدا تزيد، يعني تاثر على الرؤيه الافقيه بشكل اكبر، فلازم تكون دايما القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي للارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 34 الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 23، اسكندريه 31 24، العلمين الجديده 31 24، مطروح 30 23، دمياط 31 26، بورسعيد 31 26، اسماعيليه 34 24، السويس 34 25، العريش 31 23، كاترين 30 15، طابا 32 25، حلايب 35 28، شلاتين 37 29، شرم الشيخ 37 28، الغردقه 37 27، الفيوم 34 23، بني سويف 34 24، الوادي الجديد 38 24، أسيوط 36 24، سوهاج 38 25، قنا 41 27، والأقصر 41 27، وأخيرا أسوان 41 28. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، طقس معتدل الفترة دي، في انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة من قيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات، مع انخفاض بسيط في نسبة الرطوبة، فهنعيش أجواء صيفية ممتعة خلال فصل الأسبوع كله إن شاء الله، ونبدأ بقى مع بعض فصل الخريف إن شاء الله، يعني ننتهي من فصل الصيف قريبا. هرجع مرة تانية لشاذلي ومنى علشان نكمل معك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك دينا. شكرا.